الأنبا جوزيف طب الأنبا جوزيف هيترسم على أفريقيا، دول من أفريقيا ولا إيه؟ كلهم من أفريقيا؟ أنبا جوزيف رسم أسقفا عاما في مارس 2021 وتولى مسؤوليته كأسقف عام في 4 دول أفريقية: ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا وملاوي، وخدم فيها خدمة مباركة وقدم تقارير كثيرة عن هذه الخدمة النامية والمباركة. معه عدد من الأباء الكهنة، ومن أجل استقرار الخدمة رأينا أن يجلس في هذه الإبرشية الوليدة في قارة أفريقيا، فسيكون أسقفا على ناميبيا وزيمبابوي وبتسوانا وملاوي، وبذلك تولد هذه الأسقفية الجديدة في أفريقيا، وخدمته فيها خدمة ناجحة، وأرجو أن يتكرر هذا النموذج في أكثر من مكان.